جهود متواصلة قامت بها الدولة في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع فئات المجتمع، كل حسب احتياجه. وخلال عقد كامل حدثت طفرة غير مسبوقة في التأمينات والمعاشات والتمكين الاقتصادي للأعمال غير المنتظمة، فكانت شبكات الأمان الاجتماعي متواجدة بكل المجالات، وعلى القيادة السياسية وعت بشكل كبير بأهمية تأصيل حق المواطن في حياة آمنة مستقرة، مما يأتي بالإجابة على تحقيق السلم والأمن المجتمعي.